طيب الله وقتكم مشاهدينا بكل خير، وهذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من القاهرة معي أنا ندى عبد السلام، وضيفي فيها رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال السيد جمال أبو علي. برحب بحضرتك معانا سيد جمال. أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك. كنت حابة أبدأ مع حضرتك الحوار بالمؤشرات الأخيرة اللي صدرت عن مجلس الوزراء المصري وكذلك وزارة التخطيط المصرية، حديث عن تحقيق معدل نمو 9.8 في العام المالي الحالي. برأي حضرتك إيه اللي دفع الاقتصاد المصري للنمو بهذه النسب اللي ممكن ما شفناهاش قبل كده؟ يعني أنا أعتقد اللي دفع بالنمو بالنسبة دي عاملين رئيسيين. العامل الأولاني إن الدولة نجحت في إنها تواجه الكورونا بشكل جيد مقارنة بدول تانية حوالينا، مراعية في ذلك الظروف الاقتصادية اللي مصر كانت بتمر بيها، الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت من الدولة، المبالغ اللي ضخت من الجهات، من الدولة، من وزارة المالية، من صندوق تحيا مصر، من جهات أخرى مختلفة من ناحية، ومن ناحية تانية أنه إيمان الدولة في الفترة اللي فاتت وتوجهها أنها تشرك القطاع الخاص بدرجة أكبر شوية في المشروعات اللي بتقوم بيها. القطاع الخاص دايما بيبقى عنده مرونة أكبر من الدولة في الحركة وفي أن هو يسيرفايف أو أن هو يقدر يعني يتطور مع الظروف اللي بنمر بيها بشكل عام. بما ان حضرتك ذكرت القطاع الخاص، كان عندنا ايضا مجلس النواب وافق على التعديلات الخاصه بقانون المشاركه مع القطاع الخاص، كيف رايت هذه التعديلات ولاي مدى ممكن تسمح لمشاركه اكثر للقطاع الخاص خلال الفتره القادمه في التنميه طبعا للاقتصاد المصري؟ يعني هو قانون مشاركه القطاع الخاص من 2010 كان في حد ذاته خطوه جريئه الدوله اخذتها، لانه كان النماذج اللي قبل كده الدوله كانت شغاله بيها زي الخصخصه وزي بعض النماذج الاخرى يمكن ما كانش ليها قبول كبير من الشارع المصري، ما كانش كلها مساوئ بالضروره، كان في انشطه معينه كان من المناسب ان الدوله تخصص هذه الانشطه، ولكن ممكن يكون في يعني اراء مختلفه على كيفيه اداره البرامج دي في هذا الوقت. قانون مشاركه القطاع الخاص كان فكرته ان هو بيحاول يدخل القطاع الخاص في المجالات اللي الدوله كانت محتكراها لفتره طويله، وفي نفس الوقت يتجنب المساوئ اللي كان الناس بتشتكي منها. اتحط بعض الآليات للمشاركة، هذه الآليات نجحت إلى حد ما، ولكن في بعض القطاعات وبعض طرق المشاركة ما كانش القانون بيسمح بها. التعديلات الأخيرة أعتقد من وجهة نظر الجمعية أنها هتفتح لباب لمزيد من الشراكة ما بين القطاع الخاص وما بين الجهات المملوكة والأصول المملوكة للدولة. يمكن في حديث حاليا بمناسبة التعديلات التشريعية عن تعديل يطال قانون الاستثمار، مظبوط؟ هل تم مخاطبة الجمعية للمساهمة في تحسين قانون الاستثمار الأخير؟ احنا كنا سمعنا عن الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به، لسه يعني، وفي كلام باعتبارنا كجمعية وبعض أعضائنا في مناصبهم المختلفة في شركاتهم أو في مناصبهم برلمانية أو في الحكومية، لسه ما فيش خطوط بالنسبة لنا واضحة للدولة حابة إيه اللي حابة تشتغل على تعديله، ولكن لينا طبعا بعض المقترحات قد يكون ليها علاقة بال مش الضمانات، حوافز الاستثمار. الحوافز اللي كانت موجودة ممكن تكون كانت بتركز على الأنشطة الصناعية أكتر، على الأنشطة كثيفة العمالة أكتر، على الأنشطة اللي هتشتغل في مناطق نائية أكتر، ودي كلها حاجات محتاجة فعلا حوافز ومحتاجة دعم، ولكن يمكن خصوصا بعد الكورونا وبعد الانكماش الاقتصادي اللي كان موجود شركات الناشئة والشركات الناشئة محتاجين نركز دلوقتي أكتر على الستارت أبس، محتاجين الشركات المشروعات الريادية والناشئة، محتاجين نشوف ليه هذه المشروعات حتى هذه اللحظة رغم الإصلاحات اللي فاتت لما بتحب تكبر فوق حجم معين وتخرج بره السوق المحلي، ليه بتروح تأسس شركاتها في الخارج وتطرح في البورصة العالمية؟ ليه احنا ما تبقاش رؤيتنا ان هي ممكن تكون شركة مصرية مقرها الرئيسي في مصر والشركة الأم اللي بتاعتها موجودة في مصر وبرضه بتطرح في البورصات العالمية؟ يمكن كمان شفنا التعديلات اللي تم الموافقة عليها للسباكس، شركات السباكس اللي تم إقرارها مؤخرا من هيئة الرقابة المالية في إطار حديثنا عن التعديلات التشريعية، ممكن تدعم هذا الاتجاه أو هذا المقترح من قبل الجمعية؟ يقينا هتدعم وهيكون ليها دور إيجابي، إنما زي ما كنا بنتكلم على إن يكون الإصلاحات دي فيها تجانس وتكامل، يعني يفضل إن احنا نبص على حزمة الإصلاحات مرة واحدة لأنه الإيكو سيستم على بعض. يعني على سبيل المثال هذه الشركات بتبقى محتاجة مرونة وقواعد خاصة في حوكمة الشركات، في مساهمات صناديق الاستثمار فيها،
في تسوية المنازعات اللي ممكن تكون ناشئة عنها. فعايزين نخلي الشركات دي تفضل متوطنة في مصر، يبقى محتاج أمنح هذه المرونة. قانون الشركات في تعديلاته الأخيرة في 2018 أدى جزء كبير من هذه المرونة، ولكن محتاج شيء من العمل الإضافي. صراحة هيئة الاستثمار بتبذل مجهود في هذا الموضوع، وبتعقد لقاءات مستمرة مع جمعيات الأعمال، مع مكاتب المحاماة ومكاتب المراجعة وغيرهم، علشان تطلع على آخر التطورات في هذا المجال. يمكن حضرتك بتتحدث او تحدثنا على فكره التشريعات وتطرقنا لعدد منها، لكن بشكل عام يعني بس فكره الحوافز والحوافز الضريبيه وتعديلات في التشريعات القائمه، ولا المنظومه كامله؟ ويمكن حضرتك كمان اشرت ليها، طب المنظومه الكامله تكتمل ازاي؟ تكتمل بمزيد من التيسير في الاجراءات، وده في جزء كبير برضو تم منه. يعني لما نبص على قانون المشروعات الصغيره المتوسطه، حاطط آلية ميسرة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. قانون الاستثمار نفس الكلام، النافذة الاستثمارية وبعض الإجراءات الموحدة. قانون هيئة التنمية الصناعية في مجال الصناعة نفس الكلام. المتبقي هو أن يكون في تجانس وتكامل ما بينهم. أحيانا المستثمر بيجد صعوبة لأن هو مش عارف أنا هكون خاضع لأنهي منظومة من هذه المنظومات. تخصيص الأراضي في المشروعات التي تحتاج إلى تخصيص أراضي، برضو الدولة صراحة هي شغالة على هذا الموضوع، فإنما نحب نشوف نتيجة هذا العمل إنه يكون في آليات موحدة للحصول على الأراضي من الدولة بطريقة تسعير عادلة، بطريقة تراعي قدرات الشركات، بطريقة تسمح لهم إن هم يتمكنوا من الحصول على تمويل بضمانات هذه الأراضي. دي كلها حاجات في جزء من المجهود تم فيها، ولكن لسه فاضل جزء عشان نقدر نقول إن المنظومة دلوقتي بقت منظومة مناسبة بشكل كامل للمشروعات الريادية والمشروعات التقليدية. حتى حضرتك بتتحدث على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية ولا عقارية؟ أنا بتكلم أكتر في الأساس على الأنشطة الصناعية. يمكن الأنشطة العقارية يبقى ليها منظومة مختلفة شوية، وبتتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المناطق السكنية المختلفة وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره. أنا بتكلم في الأساس على الجانب الاقتصادي أكتر منه الجانب التطوير العقاري. فبنتكلم على الأراضي اللي بتخصص لأنشطة ليها علاقة بالتعليم، بالصحة، بالصناعات الصغيرة المتوسطة، هل بالصناعات تسعيرها مرتفع؟ التسعير بتاعها في بعض الأماكن في بعض الأوقات بيكون مرتفع، في بعض الأماكن الأخرى كان وصل إنه يكاد يكون بالمجان. إنما التسعير هو جزء واحد صغير، يعني سياسة التسعير، توحيد سياسة التسعير أهم من السعر في حد ذاته. فتحديد سياسة التسعير بشكل واضح، أن يكون التسعير ملائم لمكان المنطقة أو الأرض الصناعية أو التعليمية أو الخدمية أو اللي هيقام عليها مستشفى أو غيره من المجالات، إنها تكون حسب المرافق اللي موجودة، مدى قربها أو بعدها عن مناطق سكنية، عن مناطق لوجستية. كل العوامل دي هتؤثر على تسعير الأراضي ومين الجهة اللي بتمنح الأرض. يعني النهاردة هيئة الاستثمار ليها ولاية لمنح أراضي، المحافظات ليها ولايه، هيئه التنميه الصناعيه ليها ولايه، هيئه المجتمعات العمرانيه وغيرهم. وصعب ان احنا في يوم وليله نوحد كل ده، ولكن على الاقل يكون في مزيد من التعاون ما بينهم بحيث ان تكون الاليات دي موحده. انا كمستثمر لما اروح لاي جهه من هذه الجهات هيكون الاجراءات واحده، المستندات المطلوبه واحده، اليه التسعير حتى لو السعر اختلف انما اليه التسعير واحده، اليه الاختيار في حاله التنافس او تعدد مقدمي الطلبات تكون واحده. هل المنافسة في السوق المصري عادلة وبتحقق ربحية جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة؟ السوق المصري لازال سوق جذاب. الشركات اللي بتنجح انها تعمل دراسة جدوى سليمة، هامش الربح فيها في المتوسط بيكون أعلى من دول تانية. في الآخر المنظومة الاقتصادية في مصر لازالت نامية، فأي دولة بتكون نامية بيبقى فيها فرص أكبر من الدول الأكثر نمواً أو تقدماً. فمن ناحية الربحية والمنافسة ده موجود، وخصوصا مع اتجاه الدولة في الفترة القصيرة الماضية ان هي تنسحب بعض الشيء من بعض القطاعات، تفتح باب منافسة اكبر للقطاع الخاص. مصر دولة فرص، يقينا في فرص كتير، واعتقد انه الفرص دي تزيد اكتر بشيء بس من الزيادة في الإصلاحات في الحاجات اللي اتكلمنا عليها. لازم بما اننا بنتحدث عن القطاع الخاص نتكلم على العمالة اللي موجودة فيه، 18 مليون فرد تقريبا، فيما يقارب تقريبا 4 مليون منشأة بتتبع القطاع الخاص في مصر، بتحدث على قرب تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400. ده عبء على القطاع الخاص في الوقت الحالي، ولا هو كمان بعض بيرى ان هو
يعني دون المستوى بالنسبة لمستويات الأسعار والتضخم في الوقت الحالي؟ أعتقد الإجابة حسب الصناعة وحجم المنشأة. بالنسبة لمنشآت كتير ممكن تلاقي إن هي كانت بالفعل بتدي الحد الأدنى للمرتبات عندها قريب من الحد الأدنى اللي الدولة وضعته. لبعض المنشآت أعتقد إنه إن تنفيذ القرار مرة واحدة على عدد كبير من العمالة، أنا بتكلم على منشآت اللي حجم أعمالها صغير ومحتاجة عمالة كثيفة، دي ممكن يكون عندها هيبقى عليها شيء من الضغوط، تكلفة بتزيد فجأة، الأسعار السوق حركة التجارة وحركة البيع والشراء في السوق لازالت ما رجعتش للمعدلات اللي كانت عليها ما قبل الكورونا، فممكن يكون في ضغط عليها، ويمكن الدولة تفكر إنها تلاقي آلية لدعم الشركات دي علشان تقدر، لأن في الآخر الشركات والدولة الغرض بتاعهم إنه المواطن يكون عنده الحد الأدنى من الأجر في توفير فرص عمل والحد الأدنى من الأجر اللي بيكفل حياة كريمة لأي بني آدم، فما نقدرش نقول إنه ما نحطش حد أدنى للأجر، ده شيء موجود في العالم كله وشيء طبيعي، والعكس لو هنسأل نفسنا يمكن الحد الأدنى ده لازم يزيد برضو مع الوقت عشان يتماشى مع التضخم ويتماشى مع عوامل أخرى، فما نقدرش نقول لا مش عايزين نحط حد أدنى، إنما عايزين وإحنا بنطبقه نشوف إزاي نساعد الشركات بالذات اللي ما عندهاش القدرة المالية إنها تتحمل الأعباء دي، مش عشان حاجة، علشان نضمن إن الشركة هتستمر فتفضل العمالة موجودة، ونضمن إن الشركة مش هتضطر إلى تقليص العمالة اللي موجودة عندها، فبدل يبقى بعض الناس وصلوا للحد الأدنى وبعدين البعض التاني بقى عاطل عن العمل. صحيح سيد جمال، بالتأكيد الحوار معكم مستمر، ولكن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعد أن نستكمل هذه الحلقة من حوار الأسبوع. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نستكمل هذه الحلقه من حوار الاسبوع لتاتيكم من القاهره، معي انا ندى عبد السلام وضيفي رئيس الجمعيه المصريه لشباب الاعمال السيد جمال ابو علي. بنرحب بحضرتك معانا من جديد سيد جمال. اهلا وسهلا. يعني تطرقنا كثيرا للقطاع الخاص، لكن الوضع الاقتصادي العالمي بيؤثر على القطاع الخاص داخل مصر او خارجه، يعني في تداعيات كبيره تحدث على متحور جديد من سلاله كورونا اتجاه عدد من الدول ل يعني تحجيم حركة الطيران بعض الشيء مع دول أخرى ظهر فيها هذا المتحور، لأي مدى ممكن ده يضغط على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، أم ممكن هو يتجاهله ويستمر في نموه اللي تحدثنا عنه في الجزء الأول من هذا اللقاء؟ أنا أعتقد أن المتحور الجديد أو متحورات جديدة ممكن تظهر في المستقبل قد لا يكون ليها نفس الأثر القوي على نمو الاقتصاد المصري زي أول ظهور أول موجة للكورونا، أعتقد الدولة بقى عندها قدرة أكبر على مواجهته، اتعلمنا من الدروس اللي شفناها في 2020، صدر قانون مؤخرا بيدي مجلس الوزراء صلاحيات معينة لمواجهة الأوبئة والجوائح، فأعتقد إن احنا اتعلمنا والدولة اتعلمت كيف تواجه مثل هذه الأمور، إنما برضو بدري إن احنا نقول المتحور الجديد أثره هيكون إزاي، لأنه النهاردة مصر جزء من منظومة عالمية موجودة، والنمو الاقتصادي بتاعنا مرتبط بالدول التانية، هتظل مفتوحة هتقفل هتتحط قيود، هل مصر هتبقى من الدول اللي عليها قيود في الحركة منها وإليها، ده لسه هيبان، بس في المجمل اللي قلته برضو على مصر أعتقد يسري على عدد كبير من الدول، لقينا دلوقتي القيود اللي بقت محطوطة بقت موجهة بشكل أدق على المتحور الجديد، عرفنا ايه الحاجات اللي بتنفع وايه اللي ما بتنفعش، فمش شرط فترات الاغلاق اللي بتبقى موجوده تبقى بنفس الطول اللي موجود، اكيد هيبقى ممكن تؤدي لبعض التباطؤ في النمو، ولكن اتمنى انه واعتقد انه هيكون بدرجه اقل من ما كانت عليه قبل كده. وممكن يزيد من التحديات اللي بتواجهها الشركات فيما يخص سلاسل الامداد وارتفاع اسعار كثير من السلع الفتره الاخيره، يعني كان لسه اقتصادات العالم بتحاول تحل تداعيات الازمه في موجتها الاولى، يعني هل هيبقى في اعباء اضافيه خلال الفتره القادمه؟ اعتقد لبعض الصناعات بالذات اللي في مصر مثلا التي تعتمد على استيراد مواد خام أو أدوات إنتاج خاصة بيها أو مكونات من المنتج النهائي اللي بيتصنع في مصر،
ويقينا بالنسبه للمنتجات اللي احنا بنستوردها بشكل كامل من الخارج دي ممكن تتاثر في الفتره اللي جايه، فده ممكن ياثر على حركه التجاره بالنسبه للشركات اللي بتقوم باعمال التجاره والاستيراد، ممكن ياثر على بعض الصناعات اللي بتحتاج مكونات اجنبيه فيها، ولكن برضو ما اعتقدش ان هي هيوصل توقف الى الدرجه اللي كان عليها في النصف الاول من 2020. ده ممكن يترجم خلال الفتره اللي جايه ارتفاع تكاليف الانتاج على التضخم في مصر، وشفناه الاشهر الماضيه تقريبا وصلنا اكتوبر الماضي ل 7.3 بحسب جهاز مركز التعبئه العامه والاحصاء، ممكن نشوفه بيستمر في الارتفاع ويخرج بره النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي اللي هو 7% بزياده او نقصان 2%. ممكن وارد جدا، يعني وارد انه في الشهور اللي جايه نشوف مزيد من التضخم اكتر من اللي الدوله مستهدفاه، اعتقد انه مش هيكون تضخم طويل الاجل، يعني الا طبعا حسب الظروف هتتطور ازاي، انما توقع ان هو ممكن في الربع الاول من العام القادم يكون في نسبه تضخم اعلى اذا الدوله نجحت هي والقطاع الخاص في مواجهه الازمه بالطرق اللي اتكلمنا عليها من شويه، اعتقد ان هو ممكن السيطره على هذا التضخم فليكن اعتبارا من الربع الثاني من العام القادم. وممكن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع اسعار الفايده عن المستويات الحاليه؟ لما اعتقد احد الاراء المطروحه او اللي بنسمعها على الاقل انه يتم رفعها بنسبه ولو بسيطه، ما اعتقدش انها هتوصل للنسب اللي كانت موجوده من 3 سنين او من 4 سنين وقت التعويم، انما ممكن ان هي ترتفع بنسبه ولو بسيطه. بس دي هتشكل عبء اضافي على الشركات. في جزء هتشكل عبء اضافي على الشركات، بس في جزء تاني برضو في جزء من المجتمع بيحتاج الى ذلك، والدوله بتحتاج ان هي تسيطر على التضخم ان هي الناس تبتدي تلجأ الى وسائل البنوك الشهادات وغيرها من السندات، فهي مساله توازن، وعشان كده اعتقد لو في زياده مش هتكون زياده كبيرة. التوازن كمان يخلينا نتكلم على مبادرات أطلقها البنك المركزي في الفترة الأخيرة من وقت الإصلاحات وأيضا بالتزامن مع أزمة كورونا. الجمعية بتشتغل إزاي على ملف توفير التمويل للشركات؟ الجمعية شغالة فترة قادمة على مبادرة اسمها تمويلي، هي ماتش ميكينج بلاتفورم أو منصة بتوصل الشركات الراغبة في الحصول على تمويل مع المؤسسات البنكية وغير البنكية اللي بتقوم بالتمويل بأشكاله المختلفة. بنحاول إن احنا نسهل على البنوك والمؤسسات بانه الشركات دي تكون عندها الورق الحد الادنى من الورق الجاهز اللي بتحتاجه مؤسسات التمويل من ناحيه، ومن ناحيه تانية مؤسسه التمويل بتركز على او بتعرض على ايه الحاجات اللي هي عايزه، ممكن بنوك تكون بتركز على قطاع زراعي على قطاع معين صناعي، نقدر ان احنا ننظم هذه المنظومه ليهم. مبادره تمويلي ليها مدى زمني ولا لا؟ والجزء الثاني كم بنك بتتعاملوا معاه؟ وكم عدد المتقدمين حتى الآن للاستفادة من المبادرة؟ احنا عملنا soft launch او مجرد يعني زي بث تجريبي للمنصة في فترة قصيرة جدا، يمكن اكتر من 700-800 شركة تقدمت، وده بدون اي اعلان او دعاية او تسويق للموضوع. عندنا حاليا يمكن 5 أو 6 مؤسسات بنكية اشتركت، مجموعة اكبر ادت رغبة، احنا بنتمنى ان احنا نطلقه في يناير او فبراير 2022 انها تكون شغاله بشكل كامل. طول ما هي ناجحه ملهاش مده زمنيه، هي منصه تكون موجوده احنا نتمنى انها تقعد 10 و20 و30 سنه. بنحاول ان احنا ندي قيمه مضافه برضو للشركات اللي تنضم ليها، ان احنا نوفر دليل ارشادي للحصول على التمويل. الجمعيه كان عندها الاكسس تو فاينانس جايد كنا عاملينه من سنوات طويله، فبنقوم حاليا بتحديثه بما يتواءم مع اليات التمويل اللي موجوده في 2021، وبرضه يكون موجود كشيء من التثقيف للشركات والمشروعات الصغيره والناشئه على ايه الاختيارات اللي بتكون متاحه امامها برضه عن طريق المنصه. سيد جمال، ليه لسه في مشاكل امام اصحاب المشاريع متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه في الحصول على التمويل، على الرغم ان احنا في السنوات الاخيره مفترض ان مصر اطلقت عدد من المبادرات منها مبادره ال 200 مليار جنيه في 2016 ومبادرات اخرى لتمويل اصحاب هذه المشاريع، وفي تركيز جد عليهم سواء من اصدار قانون ليهم سواء من تقسيم الشرايح بتاعتهم وتوحيد الاجراءات، ليه لسه في مشاكل؟ اعتقد جزء كبير من المشكله مساله الضمانات. المشكلة ان المشروعات الصناعية على سبيل المثال بتقعد فترة على هيك، فكري في مستثمر حصل على الأرض الصناعية مشروع صغير
الارض دي لا تنتقل ملكيتها اليه الا بعد سداد كامل الثمن، الا بعد ان هو يبدا عمليه الانتاج ويكون خلص انشاءاته، بالاضافه الى الاشتراطات الاخرى اللي تكون موجوده. طول ما الارض ملكيتها ليست خالصه له فهو بيبقى صعب انه يستخدمها كضمان للحصول على تمويل، في حين ان هو في اول فتره في عمر شركه في مجال صناعي هي بتبقى اكبر فتره محتاجه الى تمويل. في الشركات اللي ما فيهاش انشطه صناعيه او ما فيهاش اصول ثابته كبيره بيبقى عندها مشكله في الحصول على تمويل اذا لم يكن اصحاب هذه الشركات عندهم ملاءه ماليه كافيه يقدروا يقدموا بيها ضمانات شخصيه. طبعا مبادره ال 200 مليار وال 5.7% عندنا اعضاء كتير من الجمعيه استفادوا منها، كانت مبادره كويسه واعتقد ان هي ممكن يعاد طرحها بشكل تاني، ممكن نشوف ازاي نعظم الاستفاده منها في المستقبل بشكل اكبر. انما اعتقد جزء كبير هو الضمانات التمويل، البنوك والمؤسسات الماليه بطبيعه الحال بتحتاج الى ضمانات كافيه. البنك المركزي بيضع قواعد للتمويل وللاقراض، اعتقد دي ممكن تحتاج بعض المراجعه. هل كمان التسويق لسه في مشكله، تسويق المنتج نفسه او جودته؟ طبعا في مشكله في التسويق، المشروعات دي ما بيكونش عندها ميزانيه كافيه انها تعمل تسويق لنفسها ولمنتجاتها، وما تقدرش تصرف زي الشركات الكبيره ما بتعمل. بس هنا الدوله يمكن ما فيش دور كبير هي اللي تقوم بيه، اعتقد القطاع الخاص هو اللي محتاج يلاقي اليه للمشروعات الصغيره انها تتجمع مع بعض، انها تشتغل سوا في ان هي تزود التسويق بتاعها لمنتجاتها في السوق المصري. يمكن اتكلمنا على الشركات وتطرقنا للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص ككل، لكن كمان فكرة دعم حوكمة الشركات العائلية أمر مهم، لأن الاقتصاد المصري فيه كتير من الشركات ذات هذه الطبيعة. إيه اللي محتاجه الملف؟ الملف ملف كبير. مصر أي اقتصاد بينهض عادة من 70-80% منه بيكون قائم على الشركات الصغيرة والمتوسطة. في بلد زي مصر أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة هي شركات عائلية. الشركات العائليه لما بتقوم في الاول بقياده شخص او شخصين بالكثير ما بيكونش فيه تركيز على حوكمه الشركه، بيكون التركيز على ان احنا نقوم النشاط وان الشركه تنجح وتبتدي تكبر ويبقى ليها حصه سوقيه. وبعدين بيبتدي يدخل الجيل الثاني برضو الى حد ما بيقدر يكمل بدون حوكمه قويه قوي، انما نبتدي ندخل على الجيل الثالث والرابع يا اما هذه الشركات بتكبر وتبقى شركات كبيره جدا او العكس تتفتت او بتقفل تماما. دي شركات بتوظف جزء كبير من العمالة المصرية، بتساهم بجزء كبير في الناتج القومي المصري، فالدولة ليها مصلحة والمجتمع المصري بشكل عام له مصلحة ان هذه الشركات يبقى عندها حوكمة سليمة. الحوكمة السليمة بتساعد على كذا حاجة، اولا بتقلل الخلافات وبالتالي بتقلل فرص ان الشركات دي تقفل او حجم نشاطها يقل والعمالة تقل الى اخره، بتساعد على حصولها على مزيد من التمويل لان مؤسسات التمويل تاني ما بتقدرش تستثمر سواء في شكل اقراض او في شكل مساهمه في شركات ما عندهاش اسس حوكمه سليمه. النهارده الشركات دي لو كبرت الى حد كافي ممكن تحب انها تطرح في البورصه، والبورصه حاجه من الحاجات اللي احنا كدوله حابين ننشطها اكتر. الحوكمه جزء مهم من متطلبات الطرح في البورصه. الثقافه دي ساعات ما بتكونش موجوده عند الجيل الاول والثاني. الجمعية باعتبار ان هي بتمثل في الاساس صوت شباب الاعمال، فبنتكلم عن ناس الى حد منتصف الاربعينات في الاساس، هم في اكثر احتياجا الى برامج للحوكمة. اشتغلنا على مدار سنوات طويلة مع مؤسسات دولية زي المؤسسة التمويل الدولية الIFC ومع غيرهم في برامج للحوكمة الشركات بيعملوها، بنشجع اعضائنا ينضموا اليها. احنا نفسنا برضو قمنا بعمل اصدار لدليل حوكمة الشركات الصغيرة والشركات العائلية، برضو حاليا بنقوم بتحديثه، وفي مؤتمر هنطلقه في يناير او فبراير القادمين هيبقى بداية سلسلة ورش عمل وبرامج لتدريب الشركات على الحوكمة السليمة ليها. وحاليا برضو بندعو الجهات، يعني احنا بنؤمن انه جمعيات العمل العام والجمعيات الاعمال لازم دايما تتكاتف في الشغل، فبندعو غيرنا ان هم يساهموا معانا في هذه المبادره. في حديثك سيد جمال تطرقت للبورصه المصريه، لان طبعا واحده من الاجراءات او الافصاحات اللي بتطلبها تقارير بتتعلق بالحوكمه وما الى ذلك. كم شركه يعني تحت مظله الجمعيه بتسعى للطرح في البورصه؟ عندنا الاعداد للصراحه احنا ما عندناش حصر بيها كافي، انما على الاقل من معرفتي الشخصيه ببعض الاعضاء اللي موجودين انا اعتقد ان في مش اقل مثلا في الفتره الحاليه من 6 أو 7 شركات
عايزين ان هم يوصلوا الى طرح في البورصه، وعارفين ان هم لسه قدامهم شوط يقطعوه. احد الحوكمه جزء منه، طبعا في عوامل اخرى، بس انا اعتقد انه 2022 هيكون فيها حركه اكبر في طرح الشركات في البورصه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك سيد جمال. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه.